السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا لهذا اليوم في مادة التربية على المواطنة تحت عنوان كيف ننجز جريدة المدرسة. إذا الجريدة المدرسية هي أداة للتواصل بين تلاميذ المؤسسة، وهي تساعدهم في التعبير عن آرائهم حول قضايا معينة، كما تحفز التلاميذ، تحفز بمعنى تشجع، كما تحفز التلاميذ وتشجعهم على الإبداع والمشاركة. إذا لاحظوا معي تلامذتي الأعزاء، هنالك غلاف، صورة لغلاف مجلة الأندلب، لاحظوا معي. كذلك في الصفحة 147 سوف تجدون مجلة قوس قزح. نعم، إذا اليوم سوف نتعرف على الخطوات التي نتبعها بغية إنجاز مشروع لجريدة مدرسية. أول شيء تقوم به المؤسسة هو الإعلان عن المشروع. كيف؟ حينما تنوي المدرسة إصدار جريدة خاصة بها، فإنها تقوم بإبلاغ التلاميذ من خلال الإعلان عن المشروع في سبورة الإعلانات أو من خلال الوسائل الإلكترونية كالإنترنت، حيث يتمكن تلاميذ جميع المستويات من تكوين لجان خاصة بهم، وتعمل على وضع مشاريع جرائد تقدم أمام الجمع العام الذي يتشكل من ممثلي مجالس الأقسام، حيث ينعقد اجتماع بالمؤسسة يتم إثره اختيار المشروع الذي سوف ينال موافقة الجميع. إذن هنالك مجموعة من الطرق لاختيار المشروع، إذ أن المشروع أولا يجب أن يتكون من مجموعة من العناصر الأساسية. لاحظ معي، أول عنصر لدينا الهيئة المشرفة والتي تتشكل من تلاميذ وتلميذات المؤسسة. ثم يتم تحديد طبيعة الجريدة، هل هي ثقافية أم علمية أم تربوية إلى غير ذلك. هل هي متضمنة لمحتويات قارة ومحتويات متغيرة؟ إذا حينما نقول المحتويات القارة مثل الافتتاحية، التحقيق، المقال، الحوار المتضمن، التغطية والأنشطة، الأعمدة، الكلمات المتقاطعة إلى غير ذلك. بينما المحتويات المتغيرة فالمقصود بها هي تلك المتصلة بالموضوعات حول التربية، الفن، العلوم، الرياضة إلى غير ذلك. ولا يمكننا أن ننسى أيضا الشكل والإخراج الذي يجب أن يتم مراعاته في المجلة أو في الجريدة. ثالثا لدينا تنفيذ المشروع، حيث يتم خلال هذه المرحلة توزيع المهام فيما بين التلاميذ، مثلا من يقوم بماذا، متى، مع من، وكيف. فحينما نقول من يقوم بماذا، مثلا لدينا ليلى سوف تنجز حوارا صحفيا حول تفعيل اتفاقية حقوق الطفل. إذا متى؟ خلال أسبوع أو خلال أسبوعين. مع من؟ أكيد مع مجموعة من المنظمات الحقوقية التي تعنى برعاية الطفولة مثل منظمة اليونيسف. ثم كيف؟ من خلال تهيئها لمجموعة من الأسئلة مع فريق عمل، ويحاولون توفير الوسائل التقنية مثل آلة التسجيل وكذا آلة التصوير. وكما قلت يجب الاعتناء بشكل أساسي بالغلاف، لاحظ معي غلاف مجلة العندليب، كذلك أهمية الصور فلها دور أساسي لأنها تعمل كدعامة معززة وجاذبة للقارئ. يجب أن تكون العناوين مكتوبة بوضوح، ويجب الاعتناء كذلك بالطباعة. إذا تلامذتي الأعزاء، يمكنكم الاستعانة بالصفحات الموجودة بكتاب التلميذ صفحة 146 و 147 من أجل تعميق الفهم أكثر، وشكراً.